بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ويسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، أدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في الوليمة، وهو فصول ملحقة بكتاب النكاح. والوليمة هي أصلا جاية من الولم، لغة الولم هو الاجتماع، يعني كلمة ولم معناها الاجتماع، فتملي الوليمة فيها اجتماع الناس، يسموها وليمة العرس عشان فيها اجتماع الرجل والزوجة، الزوج والزوجة بيجتمعوا مع بعض في بيت واحد، فسميت الوليمة من أجل الاجتماع، فده أصلها اللغوية. والوليمة على العرس مستحبة، يبقى حكمها أنها مستحبة، ليست واجبة لكنها مستحبة فعلية وقولية، النبي فعلها وأمر به، دليلها فعلي وقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج امرأة أولم، ولما وجد أثر العرس على سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشاة، يبقى فعلها وأمر به، هذه أدلتها يعني. والمراد بها طعام يتخذ للعرس، والمقصود بطعام هنا مطعوم يدخل فيها حتى ولو كان مشروبا، يعني لو قدمت شوية شربات، قدمت شوية عصائر، قدمت حتى شوية مية، يبقى قمت بالوليمة. يعني المطعوم هنا كل ما يطعم سواء كان مأكول أو مشروب، يبقى كلمة مطعوم دي يدخل فيها المأكول والمشروب، فهمت بقى؟ فدي نقطة مهمة. اعتاد الناس زمان وإحنا أطفال، ما كانش لسه طلعت بقى إيه بكثرة الكنزات والسيفن أب والمياه الغذائية بكثرة، يعني اللي يشرب بيبسي زمان واحنا في ابتدائي ده يبقى يعتبر يعني من الأكابر يعني. فكان الناس يعملوا حاجة اسمها شربات، يجيب لك كده شربات وينقعوا في المية وبتاع ويقعد يسقي الناس، يبقى فرح أي دي وليمة، فهمت ازاي؟ دلوقتي الناس ما بقتش تشوف الشربات ده لأن كثرت بقى إيه العصائر المختلفة. يبقى ما يقول طعام يتخذ للعرس يعني طعام بمعنى مطعوم، والمطعوم هو كل مأكول ومشروب. لو قدمت شوية شوكولاتة تمت، واخد بالك زي ما الناس بتعمل دلوقتي بتقدم شوكولاتات، كل ده ماشي، سنة سنة حميدة جميلة، واخد بالك؟ في ناس تقدم تمر مفيش مانع، كل ده جائز، بسكوت بعجوة بتاع بسكو مصري ده ماشي، كل ده حلو، فهمت ازاي؟ يعني مفيش داعي للتكلف وانك انت تضلع نفسك. في ناس تعمل الوليمة يكلف نفسه عشرات الالاف ومئات الالوف من الجنيهات، اهي دي بقى هنيجي ناخد في التفاصيل اللي فيها نوع من التفاخر، ده مكروه بإجابتك، يكره عليك انك تروح تجاوب لانك بتشجعه كده على التفاخر الذي لا داعي له، وفي بقى نوع من السفه، فهم؟ يبقى الوليمة على العرس حكمها ايه؟ مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس. موعدها امتى؟ وقتها مع العقد او بعد الدخول، وافضلها بعد الدخول، النبي كان يفعلها بعد الدخول، يعني دخل صبيحة الدخول يعمل الوليمة، ويجوز انها تفعل قبل الدخول بعد العقد، ودي اللي الناس بيعملوه دلوقتي، يعمل حفلة الزفاف ويجمع الناس يأكلهم وبعدين ياخذ زوجته ويدخل بيه، اللي هو الناس بتعمل هذه الموعد. لكن لو عمل اكل عند الخطبه دي مش الوليمه،
يبقى طعام الخطوبه دي مش الوليمه المقصوده هنا، يبقى الوليمه المقصوده هنا هي اللي تكون متعلقه بالعقد او الدخول. فكل طعام قبل العقد ليس بوليمه، سميه مأدبة، سميه اي اسم بقى تاني، عزومه، تسميه اي اسم تاني، كويس. ولا حد لايه؟ لنهايتها، يعني لحد لوقتها. يعني نفرض الواحد اتجوز بقاله سنه وما عملش، ممكن يعملها وليمه العرس ولو قضاء. قالوا بعد الدخول بثلاث ايام تبقى اسمها قضاء. بعد الدخول بثلاث ايام لو عملها يعملها وتسمى قضاء، حتى لو الزوجه ماتت بعد 30 سنه وما عملش وليمه، يعمل الوليمه قضاء. فهمت ازاي؟ لان يستحب قضاء السنه. احنا قلنا مستحبة يعني سنة، فيستحب قضاء السنة. فلا حد لنهاية وقتها، وقتما تتذكرها او وقتما تستطيع ان تفعلها، ان كنت في ضائقة مالية لما تزوجت ما عندكش امكانية، فيبقى ايه؟ اعملها وقتما تحب. زي العقيقة، ما قلنا قبل كده في العقيقة برضو اللي هو الطعام اللي يتخذ للمولود، يعني افضل يبقى يوم السابع. لكن افرض الاب اللي رزق هذا المولود ما عندوش امكانيات، يعملوا في اي وقت ان شاء الله. لما الولد يبقى عنده 10 سنين 20 سنه 30 سنه براحته، حتى لدرجه انه ممكن تعق انت عن نفسك، لو لم يعق عنك ابيك تعق انت عن نفسك في اي سن كان. فهمت؟ احنا ال 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 الوليمه كلمه عامه على فكره، كلمه عامه. لو قلنا الوليمه واطلقناها كده تطلق على وليمة العرس، لكن لو كانت يقصد بها أي حاجة تانية لازم تعملها المضافة، تقول وليمة الولادة، وليمة المسكن، وليمة المجيء من السفر. فهمت ازاي؟ يعني تضيف، يعني مثلا ايه، عند المجيء من السفر يسموها النقيعة، الطعام اللي يعد بسبب المجيء من السفر، تعمل طعام عشان الناس الضيوف هتيجي تسلم عليك عشان انت جاي من سفر بقى. فالطعام اللي بتعمله ده وتقدمه للناس بيسموه ايه؟ نقيعه. جايه من النقع اللي هو الغبار، عشان كانوا زمان العرب لما تسافر في صحراء تمتلئ غبار، فسموها نقيعه ليها، علشان ايه؟ دي جايه من الغبار السفر بسببها. او مثلا اتخذ بيتا جديدا، البيت يسموه وكر، فيسموها وكيره. يبقى الطعام اللي يعمله علشان عمل بيت جديد او سكن في شقه جديده يسموه ايه؟ وكير. بسبب الولاده يعني بسبب المولود يسموه عقيقه. فهمت ازاي؟ يعني ليها اسماء كتير. وعند الختان، ختن ابنائه، ابنه عايز يعمل طعام عند الختان، مش كده برضو؟ يسموه ايه؟ اعذار. يسموه اعذار او وليمه الختان، أو تسميها إعذار، خدت بالك؟ يعني في أسماء كتير. لما المرأة تولد وربنا ينجيها من الطلق وتولد، لأن كان زمان نسبة الوفيات في الولادة حوالين الولادة لحد مثلا 300 سنة فاتت كان 40%، الستات يموتوا وهما بيولدوا، مفيش خدمة طبية، وكتير جدا كانت الستات تموت في الولادة ويموتوا شهداء الحمد لله. لكن دلوقتي بقت إيه؟ نادر لما تلاقي واحدة ستة تموت في الولادة، لأن بقت الخدمة الطبية. فكانوا لما الست ربنا ينجيها من الطلق والولادة يعملوا لها طعام مخصوص بقى علشان يشكروا ربنا إن ربنا نجاها، واخد بالك؟ كانوا يسموه إيه؟ خرس. يبقى الطعام المتخذ لنجاة المرأة من الطلق، طلق الولادة، يسموه خرس، خدت بالك؟ لما يحصل مصيبة الإنسان يقوموا الجيران يجيبوا له أكل، زي واحد حصلت له وفاة، حصلت له حاجة، الجيران يجيبوا أكل، الأكل ده يسموه الوضيمة. يبقى الوضيمة هو الطعام الذي يتخذ عند المصيبة، ويكون غالبا من الجيران والأقارب، كويس؟ يسموه الوضيمة. لما كان عيل من العيال يختم القرآن أبوه يفرح بقى ويروح دابح ذبيحة ويجمع الناس ويعمل حفلة ويأكل الناس، يسموه حذاق، لأنه حذق القرآن يعني صار ماهرا فيه، فيسموه طعام الوليمة، يسموه حذاق. دي عند حفظ القرآن،
او لما يتخرج من الازهر وياخد العالميه او يتخرج ويجيب الشهاده الكبيره، واخد بالك؟ كل الحاجات دي ممكن يعمل حفله، الحفله دي يسموها الحذاق، وهكذا. اما اي بقى طعام يجتمع عليه الناس بلا سبب يسموه مأدبه. يبقى الطعام اذا اجتمع عليه الناس بلا اي سبب يسموه ايه؟ مأدبه. يقول لك مأدبه عشاء، مأدبه غداء. فلغه العرب شوف مرادفاتها جميله ازاي. لما تيجي تترجم الحاجات دي بقى بالانجليزي ما تعرفش. يعني لو انت حتى تجيد اللغه الانجليزيه تيجي تحاول تترجمها ما تعرفش، لان ما عندهمش هذه الاطعمه. هو كله يسموه اسم واحد وخلاص. لكن العرب عندهم دقه من المرادف، تعرف المناسبة بتاعته من المرادف بتاعته. ودي مزايا لغة العربية. فبيقول لك هنا بقى، قال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحارث سرور. يبقى كلمة الوليمة فيها عموم وخصوص. يعني الشافعي في اللغة حجة، كلمة الوليمة عند العرب تصدق على كل دعوة لحادث سرور. طب ما احنا قلنا الوظيمة دي للمصيبة. قال لك ما هو النادر لا حكم له. ده مثال واحد، لكن كل الأمثلة الثانية فرح. فهمت ازاي؟ لكن ما عدا الوظيمة تخرج عن هذا التعريف. وقال لك طالما بتخرج ودي نادرة فالنادر لا حكم له. تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكثر شاة. يعني لو واحد غني أقل حاجة يعمل وليمة العرس بإيه؟ يذبح شاة. ده أقل حاجة ما يبقى غني. لكن لحد الأكثر يبقى متروكة للعرف، بس بلا إيه؟ بلا قصد المباهاة. يعني يعمل اللي هو عايزه بس ما يكونش قصده المباهاة. فهمت؟ أقلها للمكثر شاء وللمقل متى يسر. المقل اللي هو الفقير متى يسر. قلت لك إن شاء الله حتى يقدم لهم شوية إيه؟ مية وتمرة شوكولاتاية أي حاجة كلها ماشي. فهمت إزاي؟ سهل. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. يعني أنواع بقى إيه؟ الولائم اللي إحنا قلنا عليها، الوظيمة والخرس والإعذار والمأدبة والحاجات اللي احنا بنقول وكيرة والنقيعة والحذاق والحاجات دي كلها. والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة. شوف، هي الوليمة في حد ذاتها مستحبة، لكن إجابة الوليمة واجب. صدق بقى، زي إيه؟ زي إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب. فهمت بقى إزاي؟ أما تلقي السلام على الناس دي سنة، بس مش كده برضه؟ طيب إذا ألقي عليك سلام واجب عليك الرد. فهمت إزاي؟ ودي من ضمن الحاجات اللي هي فيها، وإلقاء السلام ثوابه أعلى من إجابة السلام. ودي من ضمن النماذج اللي فيها السنة تسبق الفرد في الأجر. تملي الفرد أعلى ثوابا في السنة بسبعين درجة. تملي الواجب كده. إلا في نماذج منها بداية السلام سنة وهو أفضل من رد السلام وهو واجب. ومنها الوضوء قبل دخول الوقت سنة وبعد دخول الوقت واجب عشان الصلاة. والدخول والوضوء قبل دخول الوقت أفضل، مش كده برضه؟ ومنها إبراء المعسر سنة وإنذار المعسر واجب، والإبراء أفضل من الإنذار. تبري المعسر يعني إيه؟ يعني واحد استدان منك مالا وجاء وقت الاداء جاي يعتذر لك، قال لك انا معلش مزنوق لسه كالعاده. يعني كل الناس اللي بتستلم دلوقتي معسره والحمد لله، قل من تجد ايه انسان يرد. فلما يجي لك ويعتذر لك، حتى في زماننا ما بقاش يجي ويعتذر لك اصلا، واخد بالك ازاي؟ كمان كان زمان ليا جوز عمتي رحمه الله كان راجل تاجر، فكان مره واحد جاي يستلف منه، قال له اسلفك بس تبوس ايدي. قال له طب وليه الذل ده يا عم الحاج؟ قال له مش ذل يا ابني ولا حاجه، ما انا هسلفها لك مش هسددها لك لما اجي ابوس رجلك مش ايدك كمان. فاهم؟ ادي الناس اللي عندها خبره في طبيعه الزمان. يبقى ايه؟ انذار المعصر، انذار، مش ربنا بيقول لك فنظرات الى ميسره، فنظرات الى ميسره.
نظر ده فعل امر، والامر للوجوب، يبقى انذار المعسر واجب. طب وابراء؟ ما تقول انا مسامحك مش عايز منك حاجه، سنه وهو افضل. وساعات كمان ايه الحط عنه، يعني تحط عنه تقول له يعني خلاص يا سيدي، طب سدد نص اللي عليك وانا مسامحك بالنص الباقي. كل دي من الخصال الموجبه ايه للظلال، الخصال الموجبه للظلال، يعني تبقى في ظل عرش الرحمن يوم القيامه. اللي ينظر المعسر، اللي يبر المعسر، اللي يحط عن المعسر، كل دي من ايه الخصال الموجبه للظلال. فهنا بيقول لك ايه؟ والاجابه اليها اي وليمه العرس واجبه، اي فرض عين في الاصح في وجهين عند الشافعي. يقول لك الاصح معناه في وجه ثاني اسمه صحيح، يبقى فرض عين في الاصح يعني على كل من توجهت اليه الدعوه وجب عليه انه ايه يلبيه، ادي معنى فرض عين في الاصح. طب ومقابل الاصح الصحيح الفرض كفايه، فرض كفايه يعني مثلا ان انت اسره مكونه منك انت وزوجتك واولادك، فجم مثلا دعوك على وليمه عرس قالوا لك تيجي انت وزوجتك واولادك، كويس، فرحت انت وزوجتك بس وسبت الاولاد. على الوجه الثاني المقابل الاصح اللي هو الوجه الصحيح فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط الوجوب عن الاخر، فهمت؟ لكن على الوجه الاول اللي بيقول عليه ان هي فرض عين يبقى يقسم الباقيين اللي ما راحوش، فهمت بقى؟ يبقى عندنا وجهين في ايه؟ في حكم اجابه الوليمه. وجه وهو المعتمد انها فرض عين واللي اسمه الاصح، ومقابل الصحيح فرض كفايه، سنه ايه؟ فرض كفايه. ولا يجب الاكل منها في الاصح، خد بالك. طب انا بقى لو قلنا ان ايه هي فرض عين ان انا اجيب، طب حكم الاكل بقى هل واجب علي ان انا اكل ولا مش واجب علي ان انا اكل؟ فهمتوا بقى ازاي؟ دي سؤال تاني بيترتب على المساله. يعني ممكن تروح تجيب وما تاكلش، يعني انا تملي معظم الافراح بتاع اليومين دول عشان انا ما بستحملش الاصوات العاليه ولا الرقص والديجيهات والحاجات دي، بتعب ولاسباب اخرى، يعني قلبي بيتقبض، طبيعتي خلقتي كده، ربنا خلقني كده، معلش. فبعمل ايه؟ اروح اجاوب في الوليمه العزومه دي وابارك للعريس والعروسه واتصور معاهم عشان يبقى كده سبقت حلول، فهمت ازاي؟ وبعدين تاني ايه؟ ادخل الباب اتصور واسلم واخرج على طول، وما بستناش اكل ولا شرب، لان اصلا مش واجب الاكل، هو الواجب الاجابه مش واجب الاكل. يستحب ان تاكل ولكن ايه مش واجب انك انت تاكل. ولا يجب الاكل منها في الاصح، طب مقابل الاصح ايه؟ يجب ان ياكل ان كان مفطرا، يجب ان ياكل ان كان مفطرا. طب ولو كان صائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان كنت مفطرا فكل، حديث ابي داود، وان كنت صائما فاجب وصلي. صلي يعني ايه؟ يعني ادعو لي اي دعوه حلوه، بارك الله لكم وبارك عليكم وخلاص، فهمت ازاي؟ ولا يجب الاكل منها في الاصح، ومقابله يجب الاكل ان كنت مفطرا، اما الصائم فيجيب ويصلي يعني يدعو للزوجين. يعني قلنا الإجابة لوليمة العرس حكمها إيه؟ واجبة على الكفاية أو واجبة على العين، مش كده برضه؟ طيب أي وليمة تانية بقى لغير العرس يستحب الإجابة مش واجبة؟ فهمت؟ أي وليمة من الأنواع اللي قلناها زي العقيقة وزي الوكيرة وزي بقى النقيعة وزي المأدبة، زي كل الأنواع اللي إحنا قلناها بقى يستحب الإجابة ولا يجب، ده بالإجماع. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين بل هي سنة برضو على المعتمد، سنة على إيه؟ على المعتمد، لأن بعضهم حملها على الوجوب برضو، يبقى مقابل المعتمد إيه؟ أنها واجبة كوليمة العرس، فهمت إزاي؟ وإنما تجب الإجابة لوليمة العرس أو تسن
لغيرها بشرط. امتى بقى لما قلنا ان هي واجبه؟ متى تجب او متى تقول انها سنه؟ لان في احيان يكره ان الاجابه بل يحرم، احيانا كمان يحرم انك تجاوب وليمه الارض. لو كنت عارف ان طعام ان مال الراجل ده من حرام، او ان هم بيقدموا خمور، او بيجيبوا رقصات بقى، واخد بالك ازاي؟ الرقصات بتوع اليومين دول، وقاعده مختلطه وستات متبرجات وموسيقى، ويوزعوا بقى مخدرات، ويوزعوا مش عارف زي الاحياء البلدي الافراح بتاعتهم بيعملوا كده. يبقى انا يحرم الاجابه بقى، يحرم الاجابه مش واجب بقى. فهمت بقى ازاي؟ ويكره الاجابه لو كانت فيها نوع من المفاخره، وكذلك يكره لو دعي فيها الاغنياء دون الفقراء لمجرد انهم اغنياء. لكن افرض قرايبه كلهم اغنياء وبيدعيهم، بيدعوهم عشان قرايبه مش عشان اغنياء، ما يجراش حاجه. لكن لو بيدعوهم علشان اغنياء لغناهم ويحكوا الفقراء، يبقى هنا يكره اجابه هذه الوليمه. لان الرسول قال بئس الطعام طعام الوليمه، يدعى اليه الاغنياء ويمنع منه الفقراء. الحديث كده. فلا شك طالما بئس والنبي بيذمه يبقى معناه ما تروحش. فهمت بقى المساله؟ يبقى وإنما تجب الإجابة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة. طبعا بقيد لغناهم، لأجل غناهم يعني. بل يدعوهم والفقراء. يعني لما يدعو الناس يطلع الأغنياء، يطلعوا والسواق بتاعهم يطلع ياكل معاه، مش السواق يقعد في الشارع. صح؟ فهمت ازاي؟ كل بقى اسره عندها خادم مثلا بيخدمها، الخادم يطلع ياكل معاها، مش يقعد في الشارع تحت وهم قاعدين ياكلوا فوق، ما يصحش. او على الاقل تنزل له اكله، ما تسيبوش قاعد جعان، علشان تمنع هذه الكراهه يعني. بل يدعوهم والفقراء. واول حاجه وامتى تجب؟ تجب في اليوم الاول، لان الوليمه مدتها 3 ايام. وليمه العرس لو واحد عارفه كتير ومش هيقدر يتخذ مكان واسع يسع كل الناس، يقوم يعمل ايه؟ يعمل وليمه على 3 ايام. ناس تيجي اول يوم، ناس تيجي ثاني يوم، ناس تيجي ثالث يوم. اكثر من 3 ايام يبقى رياء. النبي قال كده. فاهم؟ او تبقى مباهاه وتفاخر وملهاش لازمه. يبقى وان يدعوهم في اليوم الاول، فان اولم 3 ايام لم تجب الاجابه في اليوم الثاني، تبقى اليوم الثاني بقى هنا سنه بل تستحب. في اليوم الثالث بقى تكره. وبقيه الشروط مذكوره في المطولات. في شروط بقى ثانيه كتير. اولا امتى تجب؟ لما يبقى الداعي مسلم والمدعو مسلم، يبقى هنا واجب عشان ما تكسرش خاطر اخوك المسلم. طب افرض الداعي جارك المسيحي، يبقى يستحب انك تقول مش واجب، يستحب. فهمت ازاي؟ طب افرض المدعو جارك، بتدعو انت جارك المسيحي، ما تقدرش تقول عليه واجب عليه. فهمت ازاي؟ لان هو اصلا غير مخاطب بشريعتك، مش هيلتزم يعني. يعني هتقول له تعالى فرح ابني ووليمة ابني والا هتأثم، مش هيفهم يتأثم. فهمت ازاي؟ مش ماشيه معايا يعني. فهمت ازاي؟ يقول لك ايه يعني روحك ليه؟ هأثم. فما ينفعش. فيبقى علشان تبقى واجبك لازم في شروط، يبقى الداعي مسلم والمدعو مسلم. واخد بالك ازاي؟ وكمان لازم يعين الداعي، مش يجي مثلا ايه يقول لك يبقى تعالى انت والاسره. طب والأسرة دي تحتمل الزوجة فقط وتحتمل الأولاد أو بعضهم. فهمت إزاي؟ ما حددش كلهم. أو يا جماعة، دخل على جماعة كده، يا جماعة فرح ابني بكرة، تشرفونا إن شاء الله. طب سلام عليكم. ما حددش أسماء معينة، يبقى هنا يستحب الإجابة ولا يجب، لأنه ما عينش. فهمت إزاي؟
لازم يعين، يقول لك انت انا بدعوك انت، يبقى توجه الكلام ليك انت. فهمت ازاي؟ وقوله الا من عذر، اي مانع من الاجابه للوليمه. زي ما قلت لك الموانع كتيره بقى، اولا طعامه حرام، مجلس فساق، مجلس فجره، مجلس ظلمه، واخد بالك؟ كل الحاجات دي بقى ايه ممكن تجعلك ما تروحش، او مجلس مثلا بيعملوا فيه محرمات او من طعام حرام او شيء من هذا، يبقى ما تروحش. او بتجلس مع من لا تليق مجالستهم، انت راجل وقور من اهل القران، هتقعد هناك مع شويه ناس قاعدين يشربوا في سجاير ويقرأوا مع بعض ويحششوا وبتاع، ويمكن يتريقوا عليك، ملهاش لازمه بقى. فهمت ازاي؟ ابعد عنهم احسن. والله تعالى اعلى واعلم. فصل في احكام القسم والنشوز. القسم ده اللي هو من جهه الزوج، اللي هو الزوج ما يبقى ليه عنده اكثر من زوجه. اكثر من زوجه يعني متزوج اثنين، متزوج ثلاثه، متجوز اربعه، اقصى حاجه اربعه. يبقى هنا القسم ده يكون من جهه الزوج لزوجاته. طب والنشوز؟ من جهه الزوجه. ومعنى نشوزها ارتفاع عن اداء الحق الواجب عليه. طب ايه الحق الواجب على الزوجه تجاه زوجها؟ طاعته. اول حاجه طاعته. اثنين معاشرته بالمعروف. ثلاثة ملازمة السكن، المسكن ما بتخرجش منه إلا بإذنه، وتسليمها نفسها له عندما يطلبها. أربع حاجات. يعني مش واجب عليها إنها تطبخ على فكرة، ده يعني من حسن الأخلاق بتاعتها. مش واجب عليها إنها تغسل له هدومه أو تمسح الشقة أو توضبه، مش واجب عليها، ولا تربي العيال كمان، ولا ترضعه. شوف قد إيه كل ده بيعملوه من باب حسن العشره، من باب الاحسان، كتر خيره. لكن احنا بنتكلم على الشيء الواجب، اللي هي لو ما عملتوش نقول عليها امراه ناشز. والنشوز معناه سقوط وجوب النفقه والسكنه كمان. فهمت ازاي؟ يسقط حقها في النفقه والسكنه، اللي هي ايه؟ الاربع حاجات دول، اللي هي طاعه الزوج، معاشرته بالمعروف، ملازمه المسكن يعني لا تخرج الا باذنه، وتسلمها نفسها له عند طلبه. واضح؟ دي اربع حاجات اللي هي لما تعملهاش تبقى اسمها امراه ناشز. واضح؟ بيقول هنا بقى ايه؟ واذا كان في عصمه شخص زوجتان فاكثر لا يجب عليه القسم بينهما او بينهن. لا يجب القسم بينهم او ايه؟ بينهما او بينهن. يعني ايه لا يجب؟ هذا المقصود به ابتداء، يعني انا عقدت على امرأة ولم ادخل بها، ورحت عقد على امرأة ثانية ولم ادخل بالاثنين. فهمت ازاي؟ بقوا اثنين في عصمتي، انا لا يجب علي القسم في هذه الحالة لان ما دخلتش بحد. فهمت ازاي؟ لكن في حقي يستحب الدخول بها حتى لو اعلقهم، يستحب بس. فهمت بقى المسألة؟ طيب متى يجب القسم؟ لو دخلت بإحداهما فبت عندها، يبقى واجب ان انا بيت عند الثانية كمان زيها. يجب القسم. يبقى ما بيقول لك هنا خد بالك الكلام عشان تفهم كلام الفقهاء. وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، تقول كده ابتداء. أما لو بات عند واحدة منهن وجب عليه إتمام الدور. لازم يدور بقى. طالما بات عند واحدة فيهم يبقى وجب في حقه الدور، صار القسم في حقه واجب. تمام؟ طب كملت الدورة. أنا عندي أربع زوجات والعياذ بالله، يعني أنا لا أتمنى هذا. واخد بالك إزاي؟ لأن خيلة أصلها خيلة كذابة، مش هتوصل لحاجة. هتعيش طول عمرك بترجلي وتصالحتي وتزعلي وتشغلي، أنا مش، إحنا عايزين نبقى يهمنا واحد. لكن على اي حال نفرض جدلا واحد غيرنا، يعني واحد عنده اربع زوجات، فقام بات عند دي ليله وبات مع دي ليله وبات مع دي ليله وبات مع دي، خلص الدوره بتاعته، يبقى في هنا لا يجب عليه القسم.
الا لو بات مع واحده اثنين والتانيين من واحده، يبقى واجب عليه يخليه زي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى متى لا يجب عليه القسم؟ ابتداء او عند انتهاء الدور. فهمت ازاي القيود؟ افهم القيود مهمه، عشان لو اتجوزت والعياذ بالله اكثر من واحده ما تبعث يوم القيامه شقك مال. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج اكثر من امراه ولم يعدل بينهن بعث يوم القيامه شقه مال، بحيث الناس كلها تشوفه كده تبقى عارفه على طول الراجل ده ايه. ما هو ربنا بيقول ولا تميلوا كل الميل فتذروك المعلق، مش كده برضه؟ فيبعث يوم القيامه مائل كده على جنب يعني. بالاتفاق، حسب الاتفاق، اذا الباقيين راضيوا خلاص، اذا الباقيين راضيوا خلاص. احيانا تكون زوجه في مكان بعيد وزوجه ثانيه في مكان بعيد، ما يقدرش يقعد عند دي يوم ودي يوم لانه سفر، فممكن مثلا يبقى دي معاها اسبوع ودي معاها اسبوع لانه ده مكان يحتاج لسفر، ممكن. وساعتها هي هتوافق، هيوافقوا ساعتها. ليه؟ لان عارفين انه مسافات. انما ما يبقوا كلهم ساكنين في حي واحد. فهمت ازاي؟ ما فيش داعي انك انت تعدد الايام وتترك التانيين، لانه هيجب عليك انك انت تفضل يعني تكرر مع التانيين. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم خير ست لهم ام سلمه، قال يعني ان شئت اكملت لك سبعا بعد الثلاثه ثم بعد ذلك اعوضهن، لان لو تزوج ثيب من حقها ثلاث ايام بس خارج عن الدور. فهمت ازاي؟ وهي لسه ايه في الدخل، ثلاث ايام للثيب اسبوع للايه؟ للبكر. فاذا زود عن اسبوع ايه؟ يكرر له. فلما قال ستنا ام سلمه لو اردت ان اتم معك اسبوع ثم اسبع لهن او ادور ولا اسبع بعد ثلاثه، قالت له لا دور يا رسول الله، لانه لو كان سبع معاها هيجي لها متاخر قوي، سبعه في تسعه بقى لا فهيجي لها متاخر قوي. فهي برضه اختارت اللي فيها المصلحة. فهمت بقى؟ بيقول لك وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن. قلنا لك القيود ابتداء أو عند انتهاء الدور. طيب حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم، لكن يستحب ما يسيبهمش معلقين بقى، لكن يستحب الا يعطلهن من المبيت ولا الواحده ايضا بان يبيت عندهن او عندها. وادنى لا يعني لا يستحب ان الانسان يعقد على امراه او امراتين ولا يدخل بها سنوات طويله، يسيبها كده معلقه لا يستحب، سواء كانت امراه واحده عقد عليها او امراه او عقد على اكثر من امراه. فهمت ازاي؟ وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليال عن ليل. طب أنت متجوز امرأة واحدة من حقها إنك أنت تبيت عندها كل ربع ليل. فهمت إزاي؟ ده واجب في حقك أن تبيت عندها مرة كل أربع ليال. فهمت المسألة؟ لأن أنت ممكن ذمتك خاليه عن ثلاثه. فهمت ازاي؟ لكن لو بيت عندها كل يوم يبقى ما زاد عن الليله الواحده كل اربع ليالي، ده مستحب بقى من باب حسن العشره، لكنه مش واجب عليك. المقصود المبيت وليس المعاشره. هنبين المقصود طبعا في القسم المبيت، اما المعاشره حسب نشاطه بقى، واخد بالك؟ لكن المقصود به المبيت، لان المبيت فيه نوع من المؤانسه وفي نوع كمان من ايه من مراعاتها وتشوف اخبارها ايه وتتكلم معاك فيها حسن العشره يعني المؤنسه. فان تمت المعاشره عندك نشاط خير وبركه، ما تمتش مش واجب عليك المعاشره. والنبي كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك، اللي هو القلب يعني. وده مقصود الايه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني بالقلب. فالعدل هنا اللي هو منفي في الآية هو العدل القلبي، لأنه ممكن تلاقي واحدة بتريحك أكتر من واحدة، طبعاً مريحك أكتر من واحدة، فتبقى مستريح لها أكتر. ويوم ما بتبقى رايح عندها كده تبقى مبسوط أكتر من أنت رايح عند التانية. ف...
فهمت ازاي؟ ممكن ربنا ما ياخذكش على هذا الميل القلبي، لكن يؤاخذك على انك انت ما تبيتش عند دي وتبيت عند دي اكتر. فهمت بقى؟ والتسويه في القسم بين الزوجات حكمها ايه؟ واجبه. يعني لو دخلنا بقى في القسم، هو ابتداء مش واجب عليه، لكن لو دخلنا في القسم يعني الدخول اصبح واجب بحق. وتعتبر التسويه بايه؟ التسويه بايه بقى؟ بالمكان والايه والزمان. بالمكان والزمان. اما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فاكثر في مسك واحد الا بالرضا. يحرم انك انت تجيب زوجتين تسكنوا في شقه واحده الا لو هم رضيوا. ليه؟ لان من حق كل زوجه سكنه منفصله. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى ايه؟ دي اسمها التسويه بالايه؟ بالمكان. يعني انت مسكن دي في شقه اوضتين، تبقى دي شقه اوضتين، دي شقه ثلاث اوض، يبقى دي شقه ثلاث اوض، دي العفش بتاعها مستوى كذا، يبقى العفش بتاعها بنفس المستوى. دي جايب لها ثلاجه 10 قدم، دي جايب لها ثلاجه 10 قدم، زيها بالظبط، زي اختها بالظبط، عشان تعرف مسؤوليات التعدد الزوجات دي مشكله، عشان تحرم تعمل. واخد بالك؟ لو جبت لدي تلفزيون 17 بوصه 20 بوصه، دي زيها 17 بوصه بالمقاس. بالعدل ولا بالاحتياج؟ واخد بالك ازاي؟ العدل يعني في كل حاجه. ولا بالاحتياج؟ ها؟ ولا بالاحتياج؟ لا، في السكن. شوف السكن انت بتعده ليدي بايه؟ تعد الثانيه ازاي؟ لوحدها في شقه، هل محتاجه ثلاجه 21 قدم مثلا؟ الثانيه مثلا؟ والله بجيب جيب برضه؟ يا اما تستاذنه تقول لها اصل الثانيه عندها عيال وانت ما عندكيش عيال، معلش ممكن اجيب لها. هي هتستاذن لك. فهمت ازاي؟ في الغالب هتأذن، لكن لو زجنت هتقل. واجب على 21؟ ايوه، عشان تعدل، عشان تعدل وما تكسرش خاطر. فهمت؟ ده اسمه العدل بالسكن، بالمسكن. يعني مواصفات المسكن تبقى متقاربه جدا. فهمت ازاي؟ الا لو هي تنازلت، قالت لك انا موافق انا اقعد في الشقه اوضتين دي ومع الثانيه اعرف قصر، مش مشكله. اذا تنازلت هي معاك. يبقى ده اسمه العدل في المكان. والزمان بقى؟ ان يقعد مع دي يوم بليله ودي يوم بليله. فهمت ازاي؟ مش يقعد مع دي يوم بليله والتانيه يروح لها 12 بالليل اول ما الفجر يبدا يصلي الفجر ويطلع. لا كده هيزعلها. فهمت؟ يبقى ايه؟ لازم كمان بالزمان، يعني المده اللي هيقعدها مع دي قد المده اللي هيقعدها مع دي. لدرجه يقول لك لو دخل على احدى زوجتيه وهي مريضه في غير يومها قسمها من قسم الايه الثانيه، فجلس عندها اكثر من المعتاد في عياده المريض عليه ان يرد لها الزياده. شوف قد ايه الدقه، علشان تعرف بس مسؤوليه اللي عنده اكثر من زوج. يعني افرض دخل بقى بيعود مراته العيانه وفي يوم مش بتاعها، فقعد عندها وكان مرهق بقى، فقعد عندها كده فراح نام، راحت عليه نومه، صحي لقى الفجر جدا، عليه يروح للثانيه يحسب كام ساعه ويزودها قضاء. شفت قد ايه؟ مسؤوليه مش سهله يعني، عشان تعرف ايه؟ ان الرجاله ظالمين نفسهم بان هم يتجوز اكثر من واحده. احنا نعرف يعني حكيمات عندي في المستشفى يقول لك زوجها يمكن سايبها بقى له 10 سنين وهي على ذمته، ومتجوز واحدة تانية، لا سأل عليها ولا بالتليفون ولا بيصرف على عيالها منه. بالعشر سنين. تصور ده هيبعث يوم القيامة عامل إيه ده؟ هيبعث يوم القيامة الخنزير ده ولا إيه؟ هيبقى مجرم. ربنا هيفضحه ده لما يسيب أمهم حكيمة مسكينة. شوف أجر الحكيمة في المرتب إيه؟ مرتبات ضعيفة. تشتغل وتقعد تربي في عيالها وهو ملوش دعوة بالعيال، اللي هي عيالها دي هم عياله برضه. ولا يسأل عليه حتى بالتليفون. بالعشر سنين. إجرام، شغل إجرام، كتير بقى النماذج دي كتيرة. تمر عليك كتيرة في مصر، لدرجة إن بيقولوا إن في مصر 40% من نساء مصر بيعولوا الأسرة بتاعتهم. 40% عملوا إحصائيات. يقول لك 40% من نساء مصر معيلات، يعني إيه؟ يعني بيعولوا أسرهم. بعضهم الارامل، بعضهم المطلقات، وبعضهم المعلقات. كل دول موجودين. فربنا ينجينا.
من الظلم يعني. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له. الحارس اللي هو بياخد نبطشية بالليل، عماد القسم بتاعه بالنهار، لأن النهار هو الليل، هو مبيته بالنهار، بينام بالنهار، مش كده برضه؟ ده واحد. طب وغيره؟ عماد القسم عنده ليلا والنهار تبع له. فهمت بقى ازاي؟ ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حال. طبعا ويدخل الزوج ايه ليلا اذا كان الليل هو ايه؟ هو مش التابع، هو الاصل. ولا يدخل الزوج نهارا اذا كان ايه؟ النهار هو الاصل. فهمت ازاي؟ ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، فان كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ ان طال مكسه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه. واضح؟ زي ما قلنا. فان جامع، طب افرض جامع بقى التانية المدخول عليها اللي مش صاحبة النوبة، قضى زمن الجماع لنفس الجماع. فهمت ازاي؟ لان احنا عندنا القسم بالزمان مش بيقل، مش هيعمل ايه في الزمان. فهمت ازاي؟ الا ان قصر زمنه فلا يقضي، الا لو جمع بقى ايه بسرعه كده يعني بقدر الزياره السريعه يبقى لا يقضي، وده متروك للعرف. في المسائل دي كلها متروكه ايه للعرف. واذا اراد من في عصمته زوجات السفر اقرع بينهن وجوبا، خد بالك اقرع بينهن ايه؟ وجوبا، عشان ياخد واحده معاه. هو عايز يسافر وعنده اكثر من زوج، هيسافر هيقعد له شهر بره، عايز ياخد واحده منهم، لازم يقرع بينهن. كويس؟ اقرع بينهن وجوبا وخرج، اي سافر بالتي تخرج لها القرعه. ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مده سفره ذهابا اذا كانت بقرعه. طب افرض اخترع هو ما عملش قرعه، يبقى لما يرجع يقضي مده السفر لزوجته. شفت المساله؟ افهم افهم الكلام صح صح. يبقى لو اختارها ابتداء بغير قرعه وسافر بها وجب ان يقضي مده السفر للاخر. طب لو عمل قرعه وخد اللي وقع عليها القرعه معه يبقى لا يقضي عليه، لا يجب عليه قضاء مده السفر. واضح؟ فان وصل مقصده وصار مقيما بان نوى اقامه مؤثره اول سفره او عند وصول مقصده او قبل وصوله قضى مده الاقامه ان ساكن المصحوبه معه في السفر كما قاله الموردي، والا لم يقض. اما مده الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد اقامته. يعني لو سافر او قعد مده اقامه يعني اكثر من 20 وقت، من مده الاقامه عند الشافعيه 20 وقت فما زاد اسمه مقيم، لكن لو خدها وقعد 3 ايام بس خلاص مش مشكله، هو ما زال مسافر طالما اقل من 20 وقت اسمه ايه؟ غير مقيم. لكن ايه قعد 20 وقت فاكثر يبقى عليه يقضي مده الاقامه للزوجات اللي هناك وما يقضيش مده السفر ذهابا وعودا. فهمت المساله؟ وإذا تزوج الزوج جديدة، واحد متجوز بقى واتجوز واحدة جديدة، خصها حتما ولو كانت أمة، يعني إيه أمة؟ يعني غير حرة يعني رقيق، وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها بسبع ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرا، البكر اللي هي سبع ليال متتالية، ولا يقضي للباقيات، وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبا، ثيبا إن سبق لها الزواج. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب لها ذلك. يعني هو المفروض عند الجديدة هيقعد ثلاث ليالي عشان ثيب، فراح بات عندها ليلة والليلة الثانية باتها في الجامع، عليه يقضي الثلاثة تانية. فهمت ازاي؟ ب
بل يوفي الجديدة حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات. كده خلصنا موضوع القسم. نيجي بقى في موضوع النشوز. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، وعرفنا نشوز المرأة إيه؟ يعني ما بتعملش الواجب عليها، اللي هو أحد أربعة: الطاعة، حسن المعاشرة، حسن العشرة يعني، وإيه؟ والبيتوتة، يعني كونها في المسكن لا تخرج إلا بإذنه، وأن تسلم نفسها إذا طلب. أدي الأربعة. ما عملتش الأربعة دول يبقى هنا بقت ناشز. طب ما عملتش واحدة من الأربعة دول عشان هو سيء الخلق معاها، يبقى مش هي ناشز، ده هو سيء الخلق. فهمت بقى ازاي؟ خد بالك، لو عملت واحدة من الأربعة وهو حسن الخلق معاها تبقى هنا ناشز. إنما افرض هو سيء الخلق معاها أصلا، بيشتمها ويضربها وبقى عايز ياخد حقوق، طب ما أنت من حقها برضه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الرجل. زي ما احنا بنقول واجب عليها حسن المعاشرة، فواجب عليك أيضا حسن المعاشرة. فهمت ازاي؟ بل يزيد على الأربعة اللي هو الواجب عليها، بيزيد للزوج الأربعة دول، يزيد عليها النفقة والسكنة، يعني واجبات الزوج أكتر. فهمت؟ فهو لو بيؤدي الواجب عليه من حسن العشرة ومن النفقة ومن إيه؟ من الرعاية ومن إعفافها، واخد بالك إزاي؟ وبعدين هي ما عملتش المقابل بالحسنة، يبقى هي ناشز في الحالة دي. لكن امتى ما تبقاش ناشز؟ لو هو ما بيداش حقها فهي بتعامله بالمثل، المعاملة بالمثل، يبقى هما الاثنين ناشزين. يبقى ساعتها نجيب حكم من اهلي وحكم من اهلي يقعدوا يصلحوا ويصلحوهم بقى. لا نقول انت غلطانة ولا هو غلطان، لا تعالوا كده نقعد مع بعض كل واحد نشوف ايه اللي مضايقه من الاخر. فهمت بقى ازاي؟ لان في رجالة يعامل مراته وحش وبعدين لما يجي يطلبها الفراش تقبل، يقول بقى انت ناشز وهضربك والشرع بيقول كده اضربهن، لما يكرهها في الدين والقران. حرام كده. فهمت ازاي؟ لان ده كده بتبدل الكلم عن مواضع. في رجاله بتعمل كده واكتر، عشان كده هتلاقي يوم القيامه فضايح كتير. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر، عمل إيه أول حاجة؟ وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر له، كقول الله: اتق الله في الحق الواجب لي عليك، واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقصر، وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح. يعني لو شتمت جوزها ما نقولش عليها ناشز، يمكن هي اللي قبيحة سنة صليب، ما تقصدش نقول لا ما يصحش تقول لجوزك كده، تندبي تقول لي انا بهزر معايا، هي هزارها تقيل كده. في ناس كده ما بتعرفش تتكلم، نعلمها بقى تعالي، ما نقولش عليها بقى ناشز، ولا تعالي تعلمي حسن الكلام وتقولي الالفاظ المناسبة وتعلمها. فهمت بقى ازاي؟ وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعه إلى القاضي، ما يخلاش بقى قضية يرفعها للقاضي، يعني يعاملها كده بالراحة بالحسنى ويأدبها. وبعدين على فكرة الرجل زي ما بينادي مراته هتناديه، يقول لها يا حمارة تعالي، هتقول له يا حمار، ما هو الحمارة هيبقى جوزها إيه؟ جوزها حمار. فهمت ازاي؟ يبقى كأنه شتم نفسه. فمش متصور انك انت تناديها بشتيمه تقوم ترد عليك تقول لك يا حبيبي، صح ولا لا؟ لان الانسان مرآته اخيه، فلما تناديها بطريقه كويسه هي هترد عليك بطريقه كويسه، تعاملها بطريقه لطيفه تعاملك بطريقه لطيفه، تعاملها بطريقه يعني فيها نوع من القسوه هتلاقيها تعاملك بطريقه فيها نوع من القسوه والاهمال، وهكذا. فإن أبت وعظها بالحسنى، هو بيعملها كويس وراجل طيب معاها ومفيش أحسن من كده، وبرضه بتقول له مش طايقاك يا أخي، مش عايز أعيش معاك، فهمت؟ يبقى يعمل إيه؟ يوعظها بالحسنى. ما وعظها ومفيش فايدة، يهجرها في الفراش، يعني لا يضاجعها. طب ما نفعش، يضربها ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. إيه ضرب التأديب؟ ألا يكون أمام الناس.
والا يكون على الوجه كويس، والا يترك اثر على البدن، لان المقصود من ضرب التاديب الايذاء النفسي وليس الايذاء البدني. يعني مش تعذيب هو يجيب قربان بقى يضربها، لا، ده اسمه ضرب تعذيب. في فرق بين الضرب التاديب والضرب التعذيب، فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحكايه دي. يبقى لو ضربها يضربها في حجره مغلقه عليهما، ويتجنب الوجه، ويتجنب ان يكون الضرب مؤلم جسدي، يعني يمنع ان يكون ايذاء ايلام جسدي. واضح؟ والا يترك اثر، الا يترك اثر على البدن. فهمت ازاي؟ فان ابت بعد الوعظ الا النشوز هجرها في مضجعها وفراشها فلا يضاجعها فيه، وهجرانها بالكلام حرام فيما زال على 3 ايام. طب يهجرها يعني معناه يخصمها يعني ما يكلمهاش؟ لا، يعني ما يباتش في السرير بتاعها. ادي الهجران، مش معناه ان ما يكلمهاش. طيب ولو هجرها وما كلمهاش مش طايق، يبقى اكتر حاجه 3 ايام، بعد 3 ايام يبقى ياثر. فهمت؟ لا يحل لمسلم ان يهجرها خفق ثلاث. فهمت ازاي؟ فيقول ده وخيرهما الذي يبدا بالسلام. حديث. وقال في الروضة: إنه في الهجر بغير عذر شرعي، وإلا فلا تحرم الزيادة على 3. وكلام الإمام النووي ده قابل للمناقشة، لأنه يحرم الزيادة في 3 مطلقا. ولو عايز تعرف الأدلة تجيب كتاب النفحة الزكية، لأن الهجر بدعة شركية للسيد عبد الله الصديق الغماري، مطبوع وبيباع في الأسواق. النفحة الزكية، لأن الهجر بدعة شركية، لأنه يحرم على المسلم أن يهجر أخاه ولو كان مبتدعا فوق 3. فهمت ازاي؟ لأن في كتب الفقه القديمة يقول لك يجوز هجران المبتدع طول المدة، طول العمر. طب ما أنت لو هجرته سقط حقه في نصحك. فهمت ازاي؟ ما تهجروش. اهجره في بدعته، لكن لا تهجره في تحيته وفي نصحه. لو كان ولا بد ان تقول 3 ايام بس، بعد ال3 ايام دي يبقى في بينك وبينه نوع معامله حتى يظل يعني ايه علاقه النصح موجوده بينكم. فهمت ازاي؟ وده من ضمن الحاجات المكتوبه في كتب الفقهاء القدامى وقابله للمناقشه، وقد صححها السيد عبد الله الصديق الغماري واعتبرها انها خطا فقهي مستنبطه من ايه من بعض العلماء، واستنبطوها من حادثه ايه؟ حادثه الثلاثه الذين خلفوا. مش النبي امر اهلهم بهجرانهم؟ قال لك دي حادثه حال. حادثه حال لا تتكرر. وبعدين ايه؟ وبعدين ده امر كمان ان الزوجات كمان يسيبوه. وما يقعدوش معاه، وامرهم كمان انه ما يردوش عليهم السلام. يبقى كان النبي يؤدبهم، ودي حادثه حال خاصه بدول. لكن يبقى الحكم المستمر: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فده الحكم المستمر. اما موضوع الثلاثه المخلفين اللي سالتهم في سوره التوبه، فده حكم خاص بهم ولا يتكرر ولا يتعدى على غيرهم. عايز تفاصيل اكثر تجيب كتاب النفحه الزكيه في ان الهجر بدعه شركيه، لابد تقراه. ننصح كل مسلم يقرأ، لأنه مبحث فقهي لطيف بيصحح حكم فقهي خطأ انتشر في كتب السلف. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ناقص لنا حاجة بسيطة: فإن أقامت عليه، يعني عن نشوز، بتكرره هجرها وضربها. شوف، ضرب تأديب مش ضرب تعذيب، ضرب تأديب. ضربها ضرب تأديب لها، وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم. يبقى لو عمل لها سحاجات، عمل لها كدمات، كسر عظمتها، وجب الغرم. شفت قد إيه؟ لأن ضرب التأديب المفروض لا يترك أثر، ولا يخدش جلدا، ولا يكسر عظما، ولا ينال وجها. فهمت إزاي؟ كل ده يأثم فيه. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. طول ما يناشز ليست لها قسم وليست لها نفقه.
لحد متى فيه. والله تعالى أعلم وأعلم. ونقف على فصل في أحكام الخلع الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.